في يوم عادي وسط الروتين الحياتي وصخب المدينة، يكمن الخطر في أماكن لا نعلمها وبأشكال لا نتصورها. تدور حكايتنا في مدينة مزدهرة، حيث تجتمع الأمان والحياة العصرية، لكن قدراً مأساوياً ينتظرها في زاوية مظلمة على بعد خطوات قليلة من صخب الشوارع وأضواء المدينة اللامعة. بداية الكابوس في ضواحي المدينة، يقف مختبر سري محاطاً بالسرية والغموض. هناك يعمل فريق من العلماء المتخصصين، يستكشفون طرقاً جديدة لتطوير تكنولوجيا عسكرية متطورة. بين أروقة المختبر، تجري التجارب والاختبارات، حيث يسعى العلماء إلى خلق سلاح قوي قادر على تحقيق الهيمنة والسيطرة. في هذا اليوم العابر، في مختبرهم المحصن، ابتكروا فيروساً جديداً يحمل للوعد بقوة لا مثيل لها. كانت التجارب تسير على نحو جيد، وبدأ النجاح قاب قوسين أو أدنى. لكن شيئاً ما، شيئاً لم يكن مخططاً له، قد أدى إلى سلسلة من الأحداث الرهيبة. في لحظة غفلة صغيرة، خطأ صغير تسرب الفيروس القاتل. بدأ الفيروس في الانتشار بسرعة هائلة داخل المختبر، وكأنه يملك إرادة خاصة به. تحول للمكان الذي كان يحمل وعداً بالتقدم والتطور إلى مركز للرعب والدمار. عندما أدرك العلماء الخطر الذي يهدد المدينة وسكانها، كان الأمر قد تجاوز قدراته. لقد فقدوا السيطرة على الوباء الذي خلقوه، ولم يعد بوسعهم إيقاف انتشاره. أصبحت المدينة في قبضة الفيروس الذي يحول البشر إلى كائنات زومبي متعطشة للدماء وخاضعة لإرادة الوباء. وبهذه الطريقة تبدأ رحلة الكابوس، حيث تهاجم كائنات الزومبي المرعبة البشر الأبرياء، وتفتك بهم في شوارع المدينة السابقة للسكينة. لكن لا يزال هناك أمل، هناك تحد ينبض بقوة لإيقاف هذا الوباء المدمر واكتشاف علاج للزومبي الذين لا يزالون يحملون شيئاً من بشريته. ستتحدى القوات المسلحة والعلماء المخاطر والمصاعب، لأنها تعلم أن البشرية بأكملها تعتمد على نجاحه. ستستخدم التكنولوجيا والمعرفة للقضاء على الوباء وتطوير العلاج المنقذ، لتعيد الأمل والسلام إلى مدينة مكلومة وتصديق وعد البشرية بمستقبل أفضل. الشوارع التي كانت تعج بالحياة والنشاط اليومي، تحولت إلى مشهد من الدمار والفوضى. الناس العاديون الذين كانوا يعيشون حياة طبيعية، أصبحوا هدفاً للزومبي المتعطشين للحصول على لحمهم ودمائهم. تعمل القوات المسلحة بكل قوة وحزم، لكنها مفتكرة أمام هذا الهجوم المروع. تجاوب الجيش بسرعة لمواجهة التهديد، ينشرون القوات والمدرعات في الشوارع ويحاولون الحصول على السيطرة على الوضع. تدور معارك شرسة وعنيفة بين الجنود والزومبي، ولكن العدد المتزايد للزومبي يجعل المهمة صعبة للغاية. تنتشر الأنباء عن الهجوم المروع في المدينة، وتصل إلى آذان السكان المحاصرين في منازلهم. الناس يبحثون عن أي ملاذ آمن، يحاولون البقاء في أماكن محصنة وإيجاد طرق للبقاء على قيد الحياة. تصاحب الصرخات والبكاء صمت المدينة المرعب. العلماء المتبقون في المختبرات السرية يعملون بجد لفهم هذا الفيروس القاتل والبحث عن علاج فعال. يحللون العينات ويجرون التجارب، ولكن الوقت ينفد والحاجة ملحة. يحاولون فك شفرة الفيروس والعثور على نقطة ضعفه لإيجاد علاج ينقذ المدينة ومن فيها. في هذا الفصل المظلم، يكلف الجنود بمحاولة إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناجين وإبقاء الزومبي تحت السيطرة. تدور معارك ضارية في الشوارع والمباني المحيطة، وتشهد المدينة صراعاً بين الأمل واليأس. هل ستنجح القوات المسلحة في الحفاظ على المدينة والدفاع عن البشرية، أم أنها ستفقد هذا الصراع الشرس؟ ستكون المعركة النهائية قريباً، وقد يكون من هذا الصراع الشديد بداية الأمل في القضاء على هذا الكابوس المروع. بدأت المعارك تتصاعد في الشوارع المنكوبة، حيث يقاتل الجنود بكل قوتهم وشجاعة.
يتحدون المخاطر ويواجهون الزومبي بقوة وحزم، مستعينين بالتكتيكات العسكرية والتدريب العالي. ينشئون حواجز ونقاط تفتيش للحماية وتأمين المناطق الحيوية في محاولة لوقف تقدم الزومبي وحماية المدينة. في المختبرات السرية، يعمل العلماء بجد لفهم طبيعة الفيروس والبحث عن علاج فعال. يحللون البيانات والعينات بدقة، يجرون التجارب والاختبارات المكثفة، ويشتد تعاونهم مع الجيش لتبادل المعلومات والتجارب. قد يكون في الأفق اكتشاف نقطة ضعف الفيروس التي ستقودهم إلى علاج محتمل. في هذه الحرب المريرة، تنظم المقاومة المدنية نفسها. يتحدى المدنيون العاديون الظروف الصعبة ويجتمعون للدفاع عن أنفسهم وبعضهم البعض. يشكلون فصائل صغيرة للمقاومة، يحاولون إيجاد مخابئ آمنة وتوفير الموارد الأساسية. بقوة الإرادة والتكاتف، يقدم المدنيون مساهمة هامة في الحرب ضد الزومبي. تصاعدت المعارك والاشتباكات في أرجاء المدينة، ومع ذلك لم يفقد الأمل يأسا. القوات المسلحة والعلماء والمدنيون يواصلون صمودهم ومقاومتهم. يتعاونون ويتحدون الصعاب، عازمين على النجاح واستعادة المدينة من هذا الكابوس الرهيب. القصة مستمرة، وفي الفصول القادمة ستكشف الأحداث المزيد من التحديات والمفاجآت. هل سينجحون في العثور على علاج الزومبي وإنقاذ المدينة؟ أم أنهم محكومون على الزوال؟ ستكون المعركة النهائية حاسمة وقاسية، وعلى محك المستقبل البشري. العلماء الشجعان في المختبرات السرية يعملون ليلاً ونهاراً، مستخدمين كل معرفتهم ومواردهم لاكتشاف العلاج المنقذ. يجرون تجارب معقدة ومتقدمة، يختبرون تراكيز مختلفة من اللقاح على الزومبي المختبر. بعد أسابيع من البحث المكثف، تحققت النتائج المبشرة. اكتشف العلماء تركيبة معينة من اللقاح تسبب تفاعلاً إيجابياً في الزومبي. يحتاجون إلى مزيد من التجارب والتحليل للتأكد من فعالية العلاج على نطاق واسع. تعاون الجيش مع العلماء في هذه اللحظة الحاسمة. يقدمون الحماية والدعم للعلماء أثناء تجاربهم، ويساعدون في جمع المزيد من العينات من الزومبي لمزيد من الاختبارات. يعملون بجد لتوفير الظروف المثلى للعلماء لإكمال عملهم والعثور على العلاج النهائي. في الوقت نفسه، تنظم المقاومة المدنية حملات بحث وإنقاذ. تسعى للعثور على الناجين وتوجيههم إلى المناطق الآمنة حيث يمكن أن يتلقوا العلاج اللازم. تعمل الفصائل للمقاومة بالتعاون مع الجيش والعلماء لتنظيم العمليات وتحقيق أقصى استفادة من العلاج المكتشف. مع تقدم الزمن، يتم توسيع نطاق التجارب واختبار اللقاح على الزومبي الحقيقي في الميدان. يظهر الأمل والتفاؤل بأن العلاج قد يكون في متناول اليد. لكن هل سينجحون في تطوير العلاج النهائي وتوزيعه على نطاق واسع قبل فوات الأوان؟ وماذا سيكون مصير البشرية إذا فشل؟ ستتحدد المصير في الفصول القادمة من هذه القصة العصيبة. مع وصول العلاج النهائي إلى الناس، بدأت آمال النجاة تتجدد. تشهد المدينة جهوداً هائلة لتوزيع اللقاح وإنقاذ المزيد من الأرواح. تشكلت فرق طبية متنقلة تقوم بزيارة المنازل والمخيمات لتطعيم الناجين، بينما يعمل الجيش على توفير الحماية والأمان خلال هذه العملية الحساسة. تبدأ التأثيرات الإيجابية للقاح في الظهور تدريجياً. يتم استعادة بعض البشر إلى طبيعتهم الأصلية، بينما يتلاشى الفيروس من جسد الزومبي تدريجياً، يعودون لحالتهم الإنسانية السابقة. يعم الأمل والابتسامات الجدية الوجوه، وتعود المدينة للحياة ببطء. ومع ذلك، يظل هناك تحديات كبيرة أمامهم. تتطلب إعادة البناء والتعافي الوقت والجهد، بالإضافة إلى ضمان عدم عودة الفيروس مرة أخرى.
يتعاون الجيش والعلماء والمدنيون سوياً لبناء منظومة صحية قوية تتمتع بالاستعداد والاستجابة السريعة لأي تهديد محتمل في المستقبل. ومع مرور الوقت تبقى هذه القصة كتذكير للبشرية بقوتها وقدرتها على التغلب على الكوارث. تعلمت البشرية درساً قاسياً حول أهمية التعاون والتكاتف في مواجهة التحديات القاسية. تبقى الحكاية الحقيقية للنجاح في البقاء والتغلب على الظروف الصعبة هي قصة الإرادة القوية والأمل الذي يحترق في قلوب الناس. وهكذا تنتهي قصة الكابوس المروع الذي اجتاح المدينة، وتبدأ فصول جديدة من الحياة والبناء والأمل في مستقبل أفضل للبشرية. تأسست منظمات جديدة للتعامل مع الطوارئ والأوبئة، حيث تم تعزيز الجهود العالمية لمراقبة ومكافحة أي تهديدات محتملة. يتم تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة والبحث العلمي للتأكد من الجاهزية والاستجابة السريعة لأي أزمة صحية مستقبلية. ومع مرور الزمن، تعلم البشرية من تلك الكارثة الرهيبة. تتمسك بقيم الحياة والتعاون والاهتمام بالبيئة. يستمر الأمل في قلوب الناس، ويعتبرون كل يوم هبة جديدة تستحق الاحتفال. وهكذا تنتهي قصة الكابوس الذي عصف بالبشرية، وتنطلق الحياة بكل قوتها وتنوعها. الأمل يتسلل إلى قلوب الناس ويسطع نوره في كل زاوية من زوايا الحياة. وإلى الأبد تظل هذه القصة تذكرنا بأن القوة والإصرار والتضامن يمكنهما التغلب على أي تحدي يواجه البشر. تم توجيه الجهود الرئيسية لإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير سبل العيش الكريمة للسكان. تم إطلاق مشاريع تنمية اقتصادية لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة. بدأت المدارس والجامعات تستعيد حيويتها، وازدهرت الحياة الثقافية والاجتماعية مرة أخرى. تم تعزيز التدابير الأمنية والاستعداد للتصدي لأي تهديد محتمل مستقبلي. شكلت فرق طوارئ مدربة للتعامل مع أي انتشار للأمراض الجديدة أو أي تهديد صحي آخر. تم تعزيز نظام الرصد والإنذار المبكر وتطوير خطط للاستجابة السريعة لمواجهة أي خطر. ومع مرور الزمن بدأت المدينة تعود إلى نشاطها الطبيعي. استعاد الناس الثقة في الحياة وتطلعوا لمستقبل أفضل. ترسخت قيم الاتحاد والتعاون بين الناس، وتعلموا من الأحداث السابقة أهمية الاستعداد والوقاية. وهكذا تكتب الصفحة الأخيرة من هذه القصة الملحمية. الناس يعيشون بأمل وتفاؤل، ويحملون معهم دروساً قيمة عن قوة الإرادة والتصميم في مواجهة الكوارث. الحياة تستمر، والإرادة البشرية تثبت أنها قادرة على التغلب على أي تحدي يواجهها. تم تطوير برامج تدريب مكثفة للفرق الطبية والمسعفين لمواجهة الحالات الطارئة والأوبئة. تم تحسين نظام الرصد والإبلاغ للكشف المبكر عن أي زيادة في حالات الإصابة واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور. تم تعزيز القدرة على تصنيع اللقاحات وتوزيعها بسرعة وفاعلية. تم تنظيم تمارين ومحاكاة للاستجابة للطوارئ لتقوية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. تم تعزيز العمل الدولي وتبادل المعلومات والتجارب لتحقيق التعاون العالمي في مواجهة الأوبئة. وبهذه الطريقة يتم توطيد التوعية والاستعداد لمواجهة أي تحدي صحي مستقبلي. تعزز القدرات والمعرفة، ويتم تطبيق التدابير الوقائية بشكل فعال. يعلم الناس أن التنظيم والتعاون هما السبيل لمواجهة أي أزمة صحية والحفاظ على سلامتهم وسلامة المجتمع. وهكذا تنتهي هذه القصة بتأكيد قوة الإرادة البشرية والقدرة على التكيف والتعلم من الأحداث السابقة. البشرية تستمر في رحلتها مستعدة لمواجهة التحديات المستقبلية والحفاظ على الأمان والاستقرار. تعافت الاقتصاد المحلي وبدأت فرص العمل تتزايد. استعادت المدينة مكانتها كمركز تجاري وثقافي حيوي.
تواصلت عمليات البناء والتطوير لتحسين البنية التحتية وتوفير المزيد من الخدمات والمرافق. بدأت الحياة الاجتماعية تستعيد رونقها، حيث عادت الأنشطة الاجتماعية والثقافية إلى الواجهة. تنظم المهرجانات والمعارض والحفلات الموسيقية لإعادة بناء الروح المجتمعية وتعزيز الاندماج الاجتماعي. وفي هذه الحقبة من العودة إلى الحياة الطبيعية، يثمر التجربة الصعبة التي مرت بها المدينة على تقدير الحرية والأمان. يستشعر الناس قيمة اللحظة ويسعون للاستمتاع بكل لحظة في حياتهم. تكون الصداقات أقوى والروابط العائلية أعمق، والتقدير للحياة يزداد. وبهذا تكتب الفصول الأخيرة من هذه القصة الملحمية، حيث تنتهي الكابوس وتستعيد الحياة مجدها وتنعم بالأمل والفرحة. تم تشكيل فرق خاصة للرصد المستمر والاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة. تم تطوير منظمة التحذير المبكر والتنسيق بين الجهات المختلفة للتصدي للأوبئة والكوارث الطبيعية. تم إنشاء مراكز بحثية متقدمة لمكافحة الأمراض وتطوير العلاجات واللقاحات. تعززت الروح التضامنية في المجتمع، حيث بات الناس يتعاونون ويدعمون بعضهم البعض في الأوقات العصيبة. تنشأ شبكات دعم مجتمعية قوية للتعاون والتبادل والمساعدة المتبادلة. ومن خلال هذه الجهود المشتركة والتفاؤل الذي يعم المدينة، يسود الأمل المستعاد بقوة. تتجاوز البشرية حدودها وتواجه التحديات بشجاعة وعزيمة. تعيش الحياة بكل تفاصيلها وتستمتع باللحظات الجميلة والمثيرة. وبهذا تكون النهاية لقصة الزومبي والبداية لمستقبل مشرق، حيث يستعيد البشر الأمل والتفاؤل ويبنون مجتمعاً أقوى وأكثر استعداداً لأي تحدي يواجههم.